فيديو الاحتفاليه النهارده، اللقطه اللي خلت كل حاجه النهارده امام عاشور يحتفل مع جماهير النادي الاهلي. تعالوا نشوف اللقطه دي، لقطه حلوه من امام عاشور مع جمهور النادي الاهلي، ونرجع نكمل مع الكابتن احمد ايوب. لذيذ 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 يا كابتن، لذيذ بقى. مشجع اهلاوي يعني، مشجع جدا مشجع جدا. طيب مشجع درجه ثالثه، مشجع درجه ثالثه.